لقد اشتعلت المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال، كان فعلها العسكري حاضراً أمام عيون الناس الذين تابعوا مجريات الأعمال البطولية، وهو فعل حقق الشموخ للفرد العراقي وشكل وجداني وطني متوحد لدى كل من سارت في عروقه دماء الوطنية العراقية، وهو دور حقق متابعة إعلامية واسعة غرست في الجميع شعوراً بالقدرة على المواجهة وهزيمة الخصم المتجبر ككتلة وطنية وعلى أرضية وطنية موحدة. كانت الأعمال البطولية بذاتها ما جرى التركيز عليه في الإعلام من بطولات وفداء وخسائر لقوات الاحتلال ومهارات في الهجمات، وكانت الأفلام المصورة عنواناً دائماً ويومياً في المتابعة خارج العراق وداخله، كلها أمور يتعلق تأثيرها بالوقت واللحظة والتأثير المباشر، إلا أن الجانب المفاهيمي والقيمي لا يسجل تأثيره المباشر عبر اللقطات المصورة لعمليات المقاومة، بل هو يترسخ في العقل والوجدان.